اهلا بكم في الشيشان منطقة حي طارق مدينة الصدر. بعد مرور الامطار بعد مرور 3 ايام بعد هطول الامطار مثل ما تشاهدون حال وضع مدينة الصدر مشاهدينا. هذه مو بحيرة الرزازة مشاهدينا الكرام، وانما هذه في منطقة الشيشان في مدينة الصدر. هذا حالهم، راح اشوفكم اليوم مدارسهم، عيشتهم الكريمة، وراح اشوفكم مستوصف اللي هم بيه، وراح اشوفكم المنطقة والسكان شلون عايشين هنا. تخيل عزيزي المشاهد بعد هطول الامطار بعد 3 ايام هذا وضعهم، والمنطقة على هذا الحال. خدمات هنا صفر من عدمه، العيشة تحت الصفر، يعني صدق هذه المنطقة عايشين بالقدرة. لا بلدية توصلهم، لا أمانة، لا محافظ يمكن يعرف بوضعهم وش دي يصير بهم ما يصير بهم. كهرباء معدومة، الصحة منتهية، المدارس الله يعيني اللي دز ابن المدرسة هنا، وهم راح أشوفكم مدارس. ما أريد نكثر ونطول، راح نلتقي بأحد الأخوة هنا من منطقة الشيشان مدينة الصدر. أول شيء الله يساعدك، أهلا وسهلا. وثاني شيء من جيتني بهذه الحالة، يعني أنت بس عبرت لي مسافة. نعم، شوف أنت هاي المسافة وهذه الحالة اللي صارت. نعم، منا اللي جاي. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا احنا بحيرة جديدة هنا؟ اي بحيرة. احنا هسه شو نريد؟ ما نطالب، نريد من عندهم شيء بسيط، حقنا، نريد حقنا. اول طبعا. مرة المدارس تعبانة، الحال ما يساعد. تعال انت شوف هنا، يعني هو الفقير غير الفقير قاعد هنا، ترى الزنقي ما يجي قاعد هنا طبعا. زين، وانا اسال المسؤولين، انتخبناكم وتعبنا كلكم وصعدناكم، نريد بس تبليط، ما نريد من عندكم شيء تبليط، ونطلب بعد مجار وكل شيء، ما نريد من عندكم، لان احنا حاله فقيره، مجار وماكو. يعني هنا تعال تشوف المدارس شلون نوصلهم، بعد هي ما باديه، بعد هذا اللي يروح يجيب شهادته، هذا يقول له انت ناجح، هذا يقول له، يعني تعال شوف شلون يعبر، شلون يوصل بهالحال بهذا المستوى. الثانيه نطلبهم من هاي، يعني شويه شويه، اريد هذا المال اللي ياخذونه. زين هسه ابن المسؤول ام ابن مجلس النواب يجي بهذا البكان يقعد؟ بس احنا المشتكى لله سبحانه وتعالى، نقول حاله فقيره وبسيطين وجايين نقعدنا نطالبهم، بس التبليط مجاري، مي ماكو، يعني شلون بهالحال هذا؟ من تطالبون بهذا الشيء، هذا الشيء حقكم. نعم حقنا، يعني هذا حق مشروع. طبعا حقنا. زين بس هذا واجب عليهم وغصبا ما عليهم يسوون هذا الشيء. نعم، بس انتخبناهم، بس احنا يا اللي انتخبهم، غير احنا انتخبناهم انت وانا وهاي العالم الفقيره. ما تحسون غلطتم مو لو لا، يعني تعال هسه خلي يجيب ابنه ويذبه هنا بالمدرسه، يقدر يوصل للمدرسه؟ امتهم قاعدين وبكان، يعني حاله، قولوا ذول الفقره حالهم، شلون احنا خلنا نساعدهم؟ خلنا نجيب لهم تبليط، خلنا نجيب لهم مي، هذا نطلبه من عندهم، ما نطلب من عندهم شيء. انت شوف هاي البحيره، هاي البحيره بس يراد لك بلهم وطبيها، بحيره لو مو بحيره، شوف الانقاذ هاي مال الزباله كلها ريحه، وهاي منا بيوت وباوع انت هذا الحال، وهاي انت تشوف قدامك الدسيم يسمونه، يعني اللي هو اللي يعبر من دسيم يعبر من، يجي من القياره ويجي من غير مكان ويقعد هنا، بس الفقير يجي. بس اللي اعرف شغله، نعم. ليش مدينه الصدر اللي هي مدينه الشهداء، مدينه الابطال، مدينه التضحيه، ليش مدينه الصدر تمر بهذه الحاله؟ سنة بعد سنة تتأزم أكثر. صحيح. سنة بعد سنة يزيد الفقر بيها. سنة صحيح. بعد سنة يزيد بيها البطالة والخدمات. ليش مدينة الصدر اليوم ما بيها كهرباء؟ ليش ما بيها مجاري؟ ليش مدينة الصدر اليوم ما بيها تبليط؟ ليش؟ السبب شنو؟ السبب؟ شي انتخبناهم السبب. السبب الثاني، إحنا هسه هذا حالنا وكله كله شوفه. إحنا قلت لك الله سبحانه وتعالى يشوف الأحسن منهم. إحنا ما نريد من عندهم شيء. هاي البسيطات الشغلات يعني اللي قلت لك عليها. كل شيء ما نريد من عندهم عمي. تعال شوف، يلا انت سباع، خلي يدير الكاميرا وشوف هذا الحال، وشوف كل هاي العالم الحال. ناس هسه طامسه بالبيوت، ناس طامسه، هي المدينه طامسه بهذا المطار. كيف الشيشان وكيف حي طارق وكيف هاي الدسيم ما تفيض؟ وتعال شوف العالم بشي عافت بيوته وشي غرافها اندمرت. هاي اول مطره، شلون بعد الشتاء 4 اشهر 5 شلون يخلص؟ شلون الحال؟ هسه المطر صار، المطر والمطر خير. نعم. انا قلتها ان شاء الله خير. بس بننزل بالعراق العالم لا ان شاء الله يا رب لا تمطر ان شاء الله. يعني تدري شلون ما نريد مطر، لان احنا جايين نتاذى. تدري العالم شلون تقول؟ ورا 3 ايام المطر، معقوله هاي المنطقه ظلت هيك؟ ما حد يجي سحب الماي؟ وبعد تظل هيك. هسه ابسط شيء هذا التبليط، شويون جابوه قاعد يحفرون منك ويذبونه، هذا يعني مو تبليط، هو
شوف مو تبليغ يعني يسوون حال حال العالم، وهم نشكركم وهم الله يوفقكم يعني من هاي شويه تاخذونها عيلكم علينا. كل شو ما اريد المواطن العراقي بعد زين. انت صار لك قد بهذه المنطقه؟ انا صار لي بهاي المنطقه اربع سنوات بهاي المنطقه صار لي. بعد تعال شوف تقديم هنا مدينه صدر. قديم اي نعم، قديم مدينه صدر، ولادتي هنا مدينه صدر. ولادتك هنا؟ ولادتي نعم، اهلي من العماره جاوا وحطوا مدينه صدر انا ولادتي. رايك مدينه صدر تطورت من بعد 2003 لو صارت نحو الأسوأ؟ يعني تعال انت تكون اول البارحه انت بالمطر تجي وتشوف شلون. والله انا وابني الزغيرون حطينا طابوق بالباب مالنا مدينه صدر قطاع 38 رابع دربونه. تعال شوف سوينا وحطينا طابوق يلا عبرنا. زين تريد تعبر للجامع، تريد تروح للاسواق، يعني ماكو هيك حاله. ترى بس العراق، روح شوف الدول الباقيه اكو هيك؟ ماكو هيك، بس العراق، بس العراق انا اقول لك. ونشتكي لله سبحانه وتعالى ماكو غيره. هم يبعون علينا بعد شو نقول لهم؟ مرود كام؟ الخاطر ماكو واحد، الخاطر الشهداء مال المظاهرات، الخاطر الدم النزف، وما حد يعني الخاطر الشهداء مو الخاطر نفسه، هو الخاطر الشهداء. والله لو ولدكم هنا ما تقعدون، ولا واحد يوصل، ولا واحد يجي لهاي المنطقه ويشوفه. بعد عندكم مسؤول هنا من مدينه صدر؟ عندنا مسؤول، عندنا خير من الله. يدرون بوضعكم؟ احنا ما يشوفون هسه حسن الكعبي ما يشوفنا، الغيره هواي عندنا مجلس النواب. حسن الكعبي مدينه صدر؟ حسن الكعبي مو مدينه صدر بس، هو هم تابع لمدينه صدر حسن الكعبي. غير بعد هو منك وبيك حسن الكعبي، ومن عندنا ومن التيار، من التيار الصدري، من اخوتنا هم يباوع علينا. هسه لو حاط هو بالموصل غير يباوع، تعال روح شوف الموصل، شوف الانبار شلون صارت بهذا الحال. فلشها داعش وروح رجعت من جديد، حالنا من حالهم. خلي يسوون شي يسوون، عم راضين، عم لو بستبليطهم راضين. وشكرك. عفوا، لكن هذه منطقة زراعية وتجاوز مو؟ زراعية هاي. زراعية وتجاوز. نعم. اللي عنده اللي هنا قاعد بالزراعي أكيد عنده طابو زراعي ومصدق ومن دولة وإلى آخره. نعم. زين يصير هذا وضعه هيك شيء؟ زين اليوم هو من اشترى زراعي وطابو وقعوله وإلى آخره، يصير إنه يكون ما عنده خدمات؟ ليش اليوم عندنا من نقول الزراعي والتجاوز إن نشوفهم طبقة معدومة، الدولة ناسيتهم كأنما لا شيء، كأنما مو عراقيين، كأنما ناس مثل ما يقولون البدون. بس البدون وين عايشين عيشة هم مرتاحة، هم والله هم مثل هذه عيشتكم. والله أنا أشكر قناتكم، هذا من واجبنا الوطن، هذا من واجبنا. والله يوفقكم على هذا البكان اللي جيتوا بوي، يعني شفتم اللي جيتوا بوي سيارات جابتكم، هم زين ما جابتكم طيارات، لأن كلها فايضة من يتفوتون. والله هذا حالنا، وبعد يبقى حالنا والأسوأ، ما طول ما يباعون علينا ولا يفتفتون علينا، بعد هاي يظل الأبد. يعني شو نسوي احنا؟ نحاكيهم نقول لهم عم تعالونا شوفوا حالنا، الخاطر الله سووها، الخاطر هاي الجهال الطفال وين تروح؟ بعد احنا شو نسوي؟ هذا اللي عندنا، هذا نحكي لهم، ما نقدر بعد نحكي غيرهم. يعني شو نقول لهم بعد؟ شو نقول لهم؟ طيب هذه الأيام ما وصلتكم أي سيارة من البلدية؟ ما سحبوا، ما أخذتوا، ما خاطبتوا، ما ناشدتوا، ما قلتوا لهم والله هذا الوضع شنو هذا؟ والله ما شنو حالنا؟ شنو والله مدينة الصدر ما وصلتنا سيارات. أنا أقول لك إلا شغلوا المحطات يلا عبر المي. يعني قلت لك إحنا هنا كمان عبر، كيف بالدسين؟ بحي طارق شلون؟ بالشيشان شلون؟ بسبع قصور شلون؟ أنا ما أفكر بس بمنطقتي، لا أفكر بسبع قصور وبالشيشان وبحي طارق، وافكر بغيرها وبحي الكوفه وبالحميديه. تعال شوف هسه انا تراهن وياك قرايبي بحي الكوفه، تعال شوف الفيضان اللي عندهم، شوف الحميديه. يعني مو بس انا افكر لا احنا انا مو مثلهم، افكر بس بروحي. احنا كل سنه ما عندنا شغل عمل، لازم بس تجي وعلى امطار هاي يخلون العالم ملتهي بالامطار. نعم. شلون تسحب الماء؟ شلون يلهونك؟ شلون تخلي طابوق؟ نعم شلون يلهونك؟ زمان صدام، كان صدام حسين يوم يطلع لنا بسالفه، يوم يطلع لنا قصه ابو طبر، عم حسين يوم يطلع لنا قصه كذا موضوع، انا اتذكر خلي العالم تنتهي. اتذكر بصف لا اتذكر صاروا اذكي، اتذكر اخوك بصف الثاني ابتدائي يقولون هذا كف الاسود ابو طبر، هاي على المدارس ونخاف. بس عم اهون اكو مجاري صدام اهون؟ اهون قل لي شلون اهون؟ هسه انا ما احبه، قل لي شلون اهون؟ شلون؟ اهون المجاري التبليط، ماكو بكانه قبل مثل هسه. تعال شوف البوق، تعال شوف البوق مال مجلس النواب وغيره. هسه ما نريد من عندهم عم تبليط، مجاري الخاطر الله، مي مدارس براسه خير، الهاي الطفال شي نجي لهاي الطفال؟ زين هو لا تمطر الدنيا وفايضه، شلون يجي الطالب ويعبر؟ زين طياره تجيبه؟
خلي يودونا طيارات ونجيب للمدارس هم 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 نعم الله شو راح يكون متعلق بالمدرسه؟ شو راح يحب المدرسه مالته على هذا الوضع؟ ما يحب المدرسه، يقول لك انا اوصل زين ابنه يجي مثلا نقول يجي من ذا من الخضره، يجي ابنه يعبر مثلا بهاي المدرسه شلون يوصل وكله كهرباء؟ شلون يوصل بس قل لي كله كهرباء وتيول يودي ابنه فدائي؟ لو الخاطر مجلس النواب يودي ابنه والله والله يعني خاف هاي المظاهرات سهله بس شوف الجايه شلون يعني بعد ما صبر ما عندنا بعد تأذينا يعني مو عراقيين احنا خلي يقولوا انه مو عراقيين والله ونطلع من هذا البلد بعد على هذا الحال شوف من يستقبلنا ها من يستقبلنا يا اللي قلنا سلام عليكم والله يقول لك انت افسد بلد شكو جاي شكر لله الحمد لله احنا نطالبهم ونشكركم على هذا البكان وصلتوا بي والله يوفقكم بعد الله يساعدكم والله الله يساعدكم على هذا الوضع يعني انتم حقيقه انتم تعيشون بمأساة يعني 17 سنة وقبل ال 17 سنة احنا ما نريد نمدح بذاك الوقت لا بديت الصدر من ذاك الوقت لهذا الوقت مظلومة انتوا اكثر من 17 سنة انتوا على هذا الوضع لا خدمات عندكم لا كهرباء لا ماي فعيشتكم كلش صعبة يعني انت اليوم يمكن اذا تريد تنتقل لمنطقة اخرى انت راح تعاني من هذا الشيء اذا تنتقل يعني اذا تريد تعبر مدينة الصدر وانت بهذه المنطقة سهناتها بالشيشان اذا تريد تعبر المظفر وتطلع على جميلة وساحة بشارة فلسطين وهذه المناطق يمكن رادك 3 ساعات طيارة على ما دخلنا ما يقارب ساعة ونص احنا فقط بالطريق من الزحامات من الشوارع المنتهية اللي ما عندكم تبليط الخدمات ما عندكم صفر كل شيء ما عندنا بس رحمة الله سبحانه شفنا شوارع تعالى. شفنا شوارع عبارة عن بحيرات فهذا وضعكم جدا مساوي جدا صعب احنا اللي علينا ننقل صوتكم ننقل معاناتكم وعسى ولعل بس هم يشوفوكم ترى والله يشوفون يحسون بكم والله يشوفونا كل الزين يعني انا بس اسالك سؤال هل يرضى هوسه جيب له واحد من مجلس النواب يقعد هنا ما اريده فالساعه وحده وخلي يشوف المعانات هاي عدم مو بس هاي انا احكي لك شوف البهق شوف الريحه هذا يسمونه شطيط هذا مجار قاعد الذب علي مال مدينه الصدر اللي هاي المطر قدامنا الدسيم نعم هاي كلها لقبالك شطيط الدسيم هاي قاعد تذب عليها المجار العالم وين تود مجاريها يعني بلوة ابتلينا نقلهم نطالبه بالمروة الخاطر الله سبحانه وتعالى كسعانا أكررها ما عندنا غير الله اللي تورطنا احنا عراقيين لا ها تورطنا احنا عصرنا عراقيين والله مو بس تورطنا يعني بلوة يعني تعال شوف الدول ذيك شلون مرتاحة وشلون النظام وشلون يعني إشارة توقف والطالب شلون يعبر يعني هذا الطير هذا البط يعني سولف لك يعني توقف الإشارة يوقف يلا يعبر إحنا هنا يجي ماك السيطرة جندي واقف يضربه يا جندي يعني وين حتى قانون ما عدنا حتى قانون ما عدنا وتعال أنت شوف لا حرج شوف يعني مريض الصاير بي تعال ها سان أحكي لك على تعال شوف هي مدينة الصدر تعال شوف الطين وشوف المي كيف الدسيم شون حي طارق شون الوسط شون سبع قصور شون حي الكوفة شون الحميدية عمي بلوة بس شو نسوي؟ ما تقول لي شو نسوي؟ ان شاء الله شكرا لك شكرا استاذ واشكركم حياك الله رساله الى السيد مقتدى الصدر هذه المدينه اسمها مدينه الصدر وانت اعلم بها يا سيدنا المحترم هذه المدينه اهلها يناجدوك يا سيد مقتدى يناجدوك ويستنجدون بيك كثير من النواب موجودين في التيار الصدري موجودين في مدينه الصدر لكن هل ساعدوا أهالي مدينة الصدر؟ هذه المدينة اسمها مدينة الشهيد محمد باقر الصدر الشهيد الصدر فما ممكن تكون بهذه المستوى لأن الشهيد الصدر من خرج على الإصلاح ما يقبل على الظلم وكان ما يحب أهله وناسه يكونون مظلومين فلذلك خرج على هذا الشيء الأهالي هنا مدينة صدر يناجدوك يا سيدنا يطالبون من حضرتك أنه النواب الموجودين من التيار الصدري والموجودين في مدينة الصدر يشوفون وضعهم لأن وضعهم مأساوي عيشتهم منتهية عيشتهم لا تحت الصفر عيشتهم تحت الصفر وين ما نروح أنقاذ وين ما نروح مياه آسنة مجاري ما عندهم كهرباء ما عندهم تبليط شوارع خدمات ما عندهم مستوصفات براس خير ما عندهم مدارس ما عندهم زين شلون يعيشون شلون يبقون على هذا الوضع اكثر من 17 سنه ومدينه الصدر على هذا الحال اكو احد جاهلهم اكو مسؤول خاطبهم قال لهم شو تريدون شو معتازين احنا موجودين
فلذلك احنا حابين من خلال برنامج شارع العام وعبر شاشة وطن قناة دبليو تي في حابين ندخل لهذه المنطقة. هذه منطقة الأبطال، منطقة العظماء، منطقة الشهداء، مدينة الصدر. لذلك مدينة الصدر وأهالي مدينة الصدر يناشدوك يا سيد مقتدى الصدر. وأكيد أنت ما تقصر، وأكيد أنت تساعد أهلك دائما وتوقف ويا ناسك. فلذلك احنا حابين نكون عين إلك وننقل لك اللي يصير ونقول لك يا سيدنا هذا اللي يصير. هذه مو بحيرات، هذه مو منتجعات سياحية، هذه مو راحة لأهل مدينة صدر، هذا غضب على أهالي مدينة الصدر. نعم غضب. المطر رحمة من الله وبركة، بس من 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 من, من تكون هطول أمطار على هيجي ناس وعلى هيجي مناطق، لا صدقوني يصير نقمة. راح أشوفكم المأساة الأقوى والأكثر بعد. والد الشهيد في مدينة الصدر وين يقعد؟ حج الله يساعدك. شلونك؟ شلون صحتك؟ انت والد الشهيد اللي حاطين صورته علي؟ نعم علي ستار جبار. انت والد علي؟ نعم. توفى بيا سنة استشهد 2015؟ 2015. وين؟ بيجي والله استشهد. بيجي. ايه. كان هو بالحشد لو؟ حشد. بالحشد الشعبي؟ نعم. توفى؟ توفى بالحشد وهذا حالة ابو الشهيد بنص الزبالة قاعد. ابو الشهيد بنص الزبالة قاعد؟ لا زين خالي حارس شوفه. زين. والمطر خر علينا. فحتى هاي مصورة كذا ناشدت بيها وكل شيء ماكو. زين. يا عشان ما اقول ابوك اجي صور لك شيء ماكو. ماكو اي حد. ينطون راتب العائلة والاطفال اللي شهيد؟ ينطون راتب. زين ينطون بالشهر 500. 500؟ 500. زين 500 يعني دم الشهيد العراقي بالعراق صار ب 500,000. زين. وانا والده اخذ 140 بالشهر. وهاي حالتي. شوفه. هذا بيتك. هذا بيتي. وهاي الاسواق لك. هاي تكان حاط حلويات بي بس. تكان بسيط. اي بسيط. زين هذا السقف مالته شينكو عمو. هذا شينكو. بس ذاك فوق البيتونه سندويش ويخر عليه. شباب نقدر نفتر نصور على هذا البيت لو صار عندنا سلوت. تعال يمي عمو تعال. تعال. شوف على اثنين. زين ماكو احد هنا جاكم؟ ابد ولا واحد. ماكو احد قال لكم ما معتازين شيء؟ لا ابد ولا واحد وصلنا ولا واحد. ليش؟ حتى نفسهم اهل الحشد شنو قالوا؟ احترقت العام طقت عليه الكهرباء. تمشي. كل شيء ما سووا لي. زين خلف الله على منهم من المنطقه لموا لي سووا لي سقف. زين هذا حال شوفه. زين برايك يصير الشهيد العراقي اللي طلع من اجل العراق وضحى من اجل وطنه حتى يتمنى انه هو في المستقبل يقول لك انا استشهد بس انا اكون مستشهد ومرتاح حتى يصير والله حتى جهاله حتى بلدي يصير براسه حظ مو قصه ثانيه حتى جهاله ما مرتاحين يقعد بهيك مكان ناشدنا وهاي وكل عرايض وكل شيء وهاي حالته شوفه زين هاي ابيع رمانات زين هاي رمانات ابي الحين لا حول الله هاي شوف هاي والدته ها ها شوف هاي هذا ها تبيع الرمانات هاي وهذا بيت يشوف طبوي يشوفه وين الحجية؟ نقدر نلتقي بالحجية؟ شاهدينا الكرام احنا اليوم نوقف يم قطعة شهيد وبطل وشاب علي ستار جبار شملاوي استشهد في قاطع بيجي سنة 2015-18 كان بالحشد الشعبي المقدس لكن هذا حال الشهيد فقط سويت له صورة أو أعتقد حتى الصورة يمكن على حسابه حتى الصورة على حساب أهل الشهيد هذا حالته يعني الشهيد اليوم مقدم نفسه وضحى بنفسه من أجل الوطن خليته أهله يسكنون بهيج مكان لا عمي لازم مكان راقي لازم عيشتهم تكون راقية ومحترمة خصوصا أهله شنو ابو عنده اسواق شنو السقف مالتهم تشينكو مطر ينزل عليهم شنو حاطين شويه رمانات يبيعون والدة الشهيد عيشتهم جدا صعبه خلون الشهيد وعائلته بهذه العيشه لا والله انتم ما عندكم غيره كل شخص مسؤول على هذه الامور اللي نتكلم بيها لا انت ما عندك غيره صدق
عوف عوف مكانك، اذا تستحي وعندك غيره عوف مكانك اطلع، لان ما ممكن الشهيد واهله يكونون بهيش اماكن. يقولون احنا يقولون احنا بالمطر يومين احنا غرقانين. حجي شلونك؟ تعال خلي احكي شويه. شلون صحتك؟ تعايمي 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 طلعي. شلونك يوم؟ شلون صحتك؟ انت ام علي الله يرحمها؟ اي امي الله يرحمها. فدوى القلب. ايده بيد الحسين ان شاء الله. فدوى لوجهك والله العظيم فضنا وجهال المرحوم البارحه وديتهم. هيك السقف يصب علينا. لا اله الا الله. والله العظيم وما عدنا وهذا حالنا هذا الدكان صوروا وشوفوا. ايش تبيعين هنا؟ هذا الرمان؟ رمان اي والله هذا. تفلسين بيدك؟ اي والله هذا. شوفوا. هذا مو تعب عليك؟ تعال 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 تعال. تعايمي ما نقدر ندخل جوا. تعال 140000. شلون؟ والله العظيم 140000 راتبه. والله العظيم طلع الورقه خلي يقراها الولد. تعايمي طلعها. تعايمي اهي الحمد لله والشكر. وهاي عيشتنا تكرم الجراريه تاكل بينا. زين ابنك علاوي الله يرحمه ايه؟ من راح استشهد ايه؟ هم حسبال اهله ايش راح يكونون يصيرون بهالعيشه؟ لا ما عم باله كان ما راح النداء مال السيد النداء المرجعيه اي وراح النداء وكل شيء ما حصلنا كفيلك الحسين ابو عبد الله ولا احد اجانا ولا احترق بيتنا. قلنا لهم يا احترق بيتنا تعالوا بس شوفونا. قال ما عندنا شيء. ما عندنا والله شيء ونساعدكم والله يعطيك ويطي المياه ذول السكلات. جابوا لنا صب وصبوا بيتنا بقت البيتونه والله سندويش اللي احترق البيت رجعناه عليه. هيك يصب علينا والله العظيم وميتين من البرد. هاي باوع تشولي تشوله حتى صوبه ماكو. شوفها شوف شوف دا شوف دا شوف شوفها هاي دا شوف. زين كل شيء ما عندنا والله العظيم دا شوف مأساة دا شوف ظلم. هاي شو نسوي احنا الحمد لله والشكر. عافلة اثنين جهال والله مواليد 92 طفل صغير والله وراح عنده هو وابوه. رجع ابوه قال لابويا ارجع مو اثنين نار شوي طلع برا رجع ابوه وبقى هو. زين ما خلى سامره ما الرمادي ما خلى شيء ما راح له. استشهد ببيتي اخير شيء بال 2015 18/8/2015 استشهد وعافل اثنين جهال. وما تبيع رمان صارت الحمد لله والشكر. الحمد لله الحمد لله. شو نسوي هذا دكاننا فارغ شوفه هاك باوع منه كل شيء ما عندنا. ندين والله هاي دينت 25 هذا وليدي يعرفني حلويات وجبتهن وحطيتهن هنا بطل زيت اي ما. شويه حلويات اي هو هذا شو نسوي. الله موجود حجيه الحمد لله الله موجود الحمد الله ينضرب حالكم. والله عندنا وليد خطيه 2003 وطلع له ابوه هويه قالوا على اساس يتعين بدال اخوه بالكتائب. ما عينه وين ما يروح يقولوا له ماكو تعيين. حسون والله هو بس حسين بقى 2003 ما عندنا غيره لا وليد ولا ابني. حسين اخوه صغير ايوه اخوه اي 2003 وعندنا حمود وبنونه جهاله ذوله بنونا بالرابع وحمودي بالثالث. شكرا لك. فدوى لقلبك يما الله يرضى عليكم. والله لو تطب تشوف بيتنا يعني تنهز. شو ندخل حجيه؟ هذا ما يسمى بيت هذا. هذا ما يسمى بيت. صراحة هذا ما يسمى بيت والله. هاي منا الحمد لله والشكر. انتم ما تستاهلون هذا الشيء. احنا بس هاي الغرفة نقعد بيها. والله لو يطبون يشوفون يصورونها بس هي هاي الغرفة نقعد بيها. فقط هذا. ما عندنا غيرها لأن هذاك صاير هوسه من احترق الهسه. الوليد جاب له صبغ وقام يملطخ بيه، شو تسوي؟ الله كريم، الحمد لله والشكر. بدوى قلبك، الله يرضى عليكم ويحفظكم. الله يديش، الله يديش. يعني صراحة ما نعرف شو نقول. حتى لساننا ما نقدر يثقل بهيك أمور وما نقدر ننطق بكلام آخر. أم الشهيد خلوها تبيع رمان. بيتهم محترق، ما حد مساعدهم. والأمطار تسخر عليهم وبيتهم يغرق وكلها غرفة واحدة عايشين عتشولة. أتمنى يجي مسؤول يشتم الريحة اللي بداخل البيت هذه مؤذية. مسوي لهم أسواق بسيطة. السلام عليكم. السلام. شلونك عزيزي؟ أنا جيرانهم الله يسلمك. تعال يمي تعال هنا. تفضل يمي هنا. أنت هنا؟ أنا جيرانهم قاعد لقدام. طبعاً هم منطقة متهالكة بس يعني الجماعة يعني الله يكون بعونهم. هو هسه ما نقلوا لك شيء طبعاً. بالصيف ينامون برا بهذا المكان.
على هذه الصبه؟ والله العظيم انا بعيني شفت، صاحب جال ما اقدر اكذب، شفت امي ان شاء الله هي امي، لان يعني انا ما اكون ابنها، بس مع الاسف يعني شهيد ضحى هيك صار، يعني تخلون عائلته هيك يبوع الرمان، ام شهيد تبيع رمان وبالصيف ينامون برا سحب ما عندهم، وخلف الله على الطيبين يعني خط منا خط منا، وهنا ابو غدير هم ساعدهم وطاهم خط مال ذيك المنطقه، وكل ساعه يجي واحد ما يقبل يخلو، يعني ام شهيد تخليهم تنام بالصيف برا هم ينامون برا، هم احنا الناشده اهل الغيره، الناشده ينامون بالخضراء، الناشده احنا الناشده المرجعيه، احنا ما عندنا غير الله وسيد علي السيستاني، يعني هو راح نداء المرجعيه، الله يرحمه ان شاء الله يرحم كل شهيد على ارض الوطن، يعني سمع النداء المرجعيه وراح التحق الله يرحمه واستشهد شهر الثامن 2015، وعائلته تنام برا بالصيف، وهذا المطر غرقانين، وعندهم غرفه بالاخير هسه انا طاب وناس جيرانهم وشايف كل شيء، غرفه بالاخير محفره، يعني تطلع جراذيه ما اعرف شنو منطقه، يعني تعبانه بيتهم تعبان متهالك، وهذا الفيضان المطره فاضوا وبيتهم احترق قبل فتره، وهم العالم منا ومنا وهم حاجه، حتى انا يعني هالقاسم الله لوجه الله وقفنا لهم ما حد يجاهم والله. شكرا لك. اي والله شكرا لك. مشاهدينا كل ما ندخل بهذه الاماكن نشوف قصص يعني خياليه بس هي حقيقيه وموجوده بالواقع. نشوف قصص ظلم، قصص ظلم في العراق. نتمنى من مكتب المرجعية العليا مكتب السيد علي السيستاني، نتمنى انه يطلعون يشوفون هاي الناس، يطلعون يشوفون هاي الشهداء اللي طلعوا بالفتوى في سنة 2014 لمحاربة داعش. نتمنى مكتب السيد علي السيستاني يطلعون يشوفون حالهم، يشوفون وضعهم. يا مرجعتنا العليا اليوم أم شهيدنا معصب، بقول لك بصيف أم شهيد اليوم في عرمان، أم شهيد اليوم سقفها شينكو ونقط عليه المطر، ما أعرف تعرفون بهذا الشيء أو لا، فإذا ما تعرفون إحنا جاي نوصل لكم، إحنا جاي ننقل لكم من خلال برنامج شهر العام، بدنا ننقل لكم الوضع والمأساة لعائلة الشهيد. المفروض تطلوا قطعة أرض، المفروض تطلوا راتب عالي، مفروض تخلون أطفاله بأحسن مدارس وبأحسن عيشة، وقاعدين تجاوز. مشاهدينا خليكم ويانا من خلال برنامج شهر العام، راح أشوفكم المدارس اللي عايشين بيها أهل منطقة حي طارق وأهل الدسيم، راح أشوفكم المدارس اللي عايشين بيها. شنو عندك أمو؟ هذا راتبك؟ راتب شهيد 140. راتب شهيد 140 ألف. أبو شهيد. والد الشهيد. 140 استادي. خلف الله عليهم عمي. 140 ألف. ما يقصرون جماعة. ضحى لأجل الوطن 140 ألف. أبو شهيد يعني 140 استادي. 140. من يقبل 140 ألف؟ أبو شهيد. أنا أناشد أهل الغيرة وأناشد المرجعية. المرجعية الرشيدة السيد علي السيستاني أبو محمد رضا أناشد 140 ألف أبو شهيد. بس هاي أقول أنا. أنا ناشد بس المرجعية، ما ناشد أي أحد. من الحكومة، الحكومة ما بيها غيره. أنا أناشد أبو محمد رضا. إحنا من دعا الفتوى راحوا 140 ألف. مية وأربعين ألف. يا أبو محمد رضا إن شاء الله. وصل صوتك، شكرا لك. مشاهدينا خليكم ويانا، راح تشوفون مأساة في مدينة الصدر. كل ما تتعمقون في مدينة الصدر راح تشوفون الظيم والظلم. تعالوا وياي، راح أشوفكم هاي المدرسة شلون عايشين طلابها. وشنو وضعهم؟ ولكم القرار. مدارسنا العراقية، تعال نشوفكم مدرستنا شو يصير بيها بالعراق. بس بالعراق هاي المدرسة، احنا محضرين الجزمات وده ندخل. هذا حال احدى مدارس مدينة الصدر مشاهدينا الكرام، ثلاث مدارس في آن واحد بهذه المدرسة اللي كرفانية قسم منها، وهذا البناء والله ما استحيتوا على نفسكم المعلم والمدرس اللي تعب على نفسه وده يخرج أجيال يجي يشتغل بنفسه ويفرغ الماي. هذا الماء المتراكم هنا مشاهدينا الكرام صار له 3 ايام
وين الاستنفار مالتكم؟ أمانة عاصمة بغداد، أنت شنو شغلك؟ صباح الخير. دازين كوادر، الكوادر جاي تشتغل على عيني وراسي. لكن يومين يومين مشاهدينا معلمين بنفسهم ينقلون المي. نعم. مشاهدينا هذا الحال اللي تشاهدوه. معلم ينقل المي بنفسه. بحي المنتظر، مدينة الصدر. وهذا الوضع. وكاميرا برنامج الشارع العام هي اللي توثق هذا الشيء. جانا حاليا تبليغ انه طلعوا برا ممنوع، ليش؟ وزارة التربية تريد تضم فسادها. بس انا وراكم وراكم، وزارة التربية مسؤولين صار لها ثلاث ايام اشتغلوا شلون تخفي فسادها؟ وين مسؤول وين مسؤول؟ تفضل يمي بلا زحمة عليك، تفضل باب المدرسة. اجاهم تبليغ قالوا لهم خلي قطاع قناة خارج المدرسة. تفضل يمي، انتوا هنا بلدية حي المنتظر؟ لا بلدية صدر الأولى. صدر الأولى؟ نعم. صار لكم كم يوم تنقلون بهذا المي؟ احنا جهد متواصل، لان هاي المناطق ما لها تخصيص مالي، فدار بلديه الصدر الاولى حاول جهد الامكان شكو اليات تدزها اللي جاي في سبيل المساعده. خاف الله عليكم، بس بربك هذه مدرسه، انتم اطفالكم هنا تداوم؟ هي كل اطفالنا هنا تداوم، بس احنا ما مقصرين وياهم حسب الجهد الموجود عندنا، يعني قدر الامكان من الصبح لليل. انت كموظف شو تسوي؟ يعني توجيه مدير عام، توجيه مدير قسم، احنا منعوفهم قدر الامكان، بس هي امكانيه يعني وزاره التربيه. يعني وزاره التربيه؟ لا مجاري، لا هذه وزاره التربيه، مدينه الصدر، مدينه الابطال، وزاره التربيه تسوي لهم هيك مدرسه والثلاث مدارس في الان واحد. ثلاث ايام صار لنا ليل مع نهار، هنا هذا عملنا ما عارفين. يا صار لك بايت هنا؟ ثلاث ايام. ثلاث ايام. اي انا واليتي اشتغل بالاليه. تنقلون المي؟ اي نقل المي. انتوا المعلمين؟ واجبنا هذا واجبنا، احنا معلمين. والله المدير مدرسه والمعلمين وكل هاي الياتنا، صور الياتنا نشتغل، ما عارفين العالم. نشتغل احنا بخدمتهم. رجال النتل هالمعاون، النتل البارحه بالغطاس. معاون النتل؟ هاي النتل معاون. عندنا واحد من العمال طاح بالمنهول ما شافه البارحه، هنا طاح وما شافه، نقد المي. على اتصال مباشر وياهم حتى بالايام الطبيعيه ما عايفين المدرسه، لان مجاري ما اكون دزل ماليه تشفط المجاري. يعني ما هو المفروض وزاره التربيه اليوم اللي تسوي مدرسه تكون لها مجاري خاصه، ومدرسه ما ممكن تكون بهذا المستوى انزل من الشارع بمترين. هنا هذا المفروض احنا ناشد المسؤولين عليها، يعني ناشد المسؤولين. اي مشاهدينا وزاره التربيه نايمه، وهذا فساد وزاره التربيه، بدنا نكشف لكم اياه ونطلع لكم الفساد المتراكم اللي عندهم من يسوون مدرسة فرق عن الشارع مترين، فرق عن الشارع مترين. هذه المدرسة نقلنا لكم الوضع، وشفتوا أهالي مدينة الصدر وطلاب مدينة الصدر شلون وضعهم. تعالوا يانا راح تشوفون الأكثر من هذا الشيء. أعظم مستوصف في مدينة الصدر، مستوصف يعزل ساعة ب 12:30 الظهر. هذا المستوصف إدارته ما فكروا متعزلون ب 12:30 الظهر أنه المواطنين وسكان منطقة حي طارق وإلى آخره اللي معتاز دواء مريض فشي تعزلون ب 12:30. وزارة الصحة تريد هذا الشيء. راح أشوفكم البناء العظيم والكبير والتعب والمجهود اللي تسويه وزارة الصحة. راح أشوفكم مستوصف راقي بالمانيا ما موجود منه. بالمناسبة وصلتنا معلومة أنه هذا البيت هو بيت مدير المستوصف. مشاهدينا الكرام، هذا بيته بكيفه، عنده دكان مو مستوصف، يعزل بكيفه يفتح بكيفه، وهذا بيته. وصلتنا هاي المعلومة. انتظر يا مدير هذا المستوصف محافظة بغداد، دائرة صحة بغداد الرصافة، قطاع الرعاية الصحية الأولى، مدينة الصدر، مركز صحي الفرع في الدسيم. هذا الدسيم. تعالوا مشاهدينا راح أشوفكم أهالي مدينة الصدر عايشين عيشة أهالي مدينة صدر أفضل من ألمانيا. مسوي لهم نهر يجنن، نهر خرافي مسوي لهم وراء المستوصف. هذا المستوصف طبعا مشاهدينا الكرام مستوصف كرفانات، أربع خمس كرفانات. والمدير ساد الدكان ماله وطاب للبيت يتغدى 12:30، لأن حقه خطية تعبان، وراء الغداء يجي يفتح المستوصف ماله. تعالوا نشوفكم خلف المستوصف شنو. نهر، شلون نهار حلو، لكن هذا مياه المجاري. مياه المجاري في منطقة الدسيم مدينة الصدر خلف المستوصف، يعني والله خبلوني ذوله.
والله العظيم حيروني وغلبوا الياباني بتفكيرهم. شنو التفكير هذا؟ مياه مجاري وبصفه مستوصف؟ يعني طب منا أنا مريض يطلع منا أنا ميت، وهاي السدة يندفن بيها. هو هذا شغلكم؟ وزارة الصحة من بنيته مستوصف ما فكرتوا بهذا الشيء؟ مستوصف صفه مياه مجاري ده الصبح حاليا. مشاهدينا هذه واحدة من الحلقات اللي طلعنا بها من برنامج شارع العام، دخلنا وتفاجئنا باللي نشوفه بمدينة الصدر. صدقوني راد لهم حلقات وليس حلقة واحدة. واللي التقينا بهم قبل قليل اللي هم كانوا بلدية تابعين بلدية مدينة الصدر، طالعين يسحبون مي من المدرسة ولا آخره، كلهم لغمطوها. لا احنا دا نشتغل صارنا 3 أيام. ومدير المدرسة ومعاون المدرسة بنفسهم ذكروا لي قالوا لا احنا دا ننقل المي صارنا 2 يومين، اليوم الثالث يلا طلعونا ومعاون المدرسة النتل. فأتمنى من الموظف اللي راتبه 400 و450 ألف لا يمجد ويمدح بالناس والمدراء الأكبر منه ويسكت عن الظلم ويسكت عن الحق، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. فلا تصيرون خرسان، لا تصيرون شياطين. هلا هلا بناسكم. أنت الموظف أنا داعش وياك اللي التقينا بيكم قبل شوية، قلت لك إيه أنت شو تسوي شنو ذنبك؟ بس من داعش وياك لا تقول لي والله إحنا نشتغل ونتعب. هاي وزارة مشكلة، واحد يذبح الثاني، أبو الأمانة يذبح على وزارة التربية، أو وزارة التربية يذبح على أمانة، ومتلغمطة. هسه جبنا لكم إياها على وزارة الصحة، وهذا حال وزارة الصحة مشاهدينا الكرام. مدرسة مستوصف بهيجي منطقة تكتظ بالعدد السكاني، مزدحمة مثل ما نعرف مدينة الصدر معروفة مزدحمة وكثير بها من عوائل وأطفال ونساء وكبار بالسن. هذا حالهم، مستوصف مدير مالته معزل وراح للبيت يتغدى، وكرفاني. تشاهدون يا مسؤولين، مسؤولين الكبار، يا سادة العظماء أصحاب التفكير الياباني والبريطاني، تشاهدون تشوفون تفكيركم وين دي وصلنا؟ دي وصلنا للمأساة. وكافي ظلم، واشتغلوا عدل، لأن هذا مو شغل، هذا سحولة بالعامية تلزك، جيبوا وحط. والأهالي هنا على فطيارتهم يتمنى يصعدوا مستوصف، جابوا المستوصف تشوفوا شلونه. مشاهدينا نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج الشارع العام، والسلام عليكم.